شغلتي بسلتي كل سبت الساعة 7 المساء بتوقيت بيروت وإعيد الأحد بنفس الوقت، معي أنا مرشد الفني الزراعي جوزيف بوزيت من مشتل جردان دو بولفار على راديو تموز الإلكتروني. مرحبا، اليوم بدنا نحكي عن البصل الأخضر، كيف بنزرعه بالبيوت على البلكونات. طبعا إذا ست البيت بدها تعمل صحن سلاد بدها هيك عرقان بصل لحتى يطعم بالسلاد، مش رح تنزل على السوق لتجيب، بتشل عرقان من البصل اللي زرعته على البلكون. إذا عنا حواد 60 سنتي بعرض 30 بغمق 30 كتير منيح، فينا نزرع فيه حوالي شي 40 بصلة صغار. هلا في منقول له النار، هذا للبصل، للبصل الأخضر، وفي للموني. بيختلفوا البصل تبع الموني عن البصل الأخضر، إنه هوديك تبع الموني بدها تكبر بصلتهم تعطينا بصل أخضر كمان نفس الشيء تقريبا، بدها تكبر بصلتهم هوديك لحتى لي تعطينا بصل للموني، بينما هايدي بكون عمرها مثلا سنة، ما صارش عمرها سنة لحتى لي تعطينا بصل أخضر على الحل. يعني البصلة تبع الموني بكون عمرها سنتين، أول سنة البصلة الخضراء بتعطينا كبشول زهر، إذا تركناها ما حوشناها يعني بتعطينا كبشول زهر، تاخد منها بيدرون. البيدرون هو البذر الصغير اللي تاني سنة بنزرعه ليعطينا بصل للموني. يعني شغلي بدها شوية خبرة، بدك من أول سنة بنزرع البصل الأخضر بيعطينا زهرة، إذا تركناها ما حوشناها بتعطينا زهرة، هالزهرة بس تبلغ وتيبس بحزيران فينا نشيلها نحوشها، في بقلبها بذر صغير. يعني كل زهرة ممكن تحوي على شيء ألف بذرة. هيدا البذر هيدا بنستعمله كيف بنبدر البقدونس مثلا، تاني سنة بنبدر البقدونس بنعمل مسكبة ليطلع عنا النار، هيدا النار فينا نستعمله تاني سنة لنزرعه ويصير عنا بصل للموني. هلا البصل عادة بحب جدودنا، انا بتذكر انه كانوا يرشوا كل شيء فيه هيدا الصفوي، يعني الرميد تبع المنقل هيدا بيقولوا له بوتاس عالي، بحب البصل، بحب هالتربة هيدي الغنية شوي بالبوتاس، ان كان البصل او الثوم نفس الشيء. الثوم كمان فينا نزرعه بشباط لحتى يطلع عنا بآخر حزيران تموز ليكمل ويصير في حسوس وراس ثوم مليان. مثل ما قلنا البصل الأخضر فينا نزرعه أي ساعة اللي كان على البلكون ليعطينا بصل أخضر، مش ليعطينا موني، نقطفه بأي ساعة اللي بدنا، وطبعا بدنا نسقيه لحتى ما يمرمر يطلع مر، إذا بدنا نسقيه كل 3 أيام على القليلة مرة، وطبعا يكون في مطرح شمس لينمى مش بالفاي بنزرعهم، وبينزل على ساحل وجبل. وشكرا لمتابعتكم، ولقونا بحلقة جديدة على راديو تموز الإلكتروني، وللمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 03-653-932. غلتي بسلتي كل سبت الساعة 7 المساء بتوقيت بيروت وإعيد الأحد بنفس الوقت، معي أنا مرشد الفني الزراعي جوزيف بوزيت من مشتل جردان دو بولفار على راديو تموز الإلكتروني.